أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة A1 TV. أعلنت حركة طالبان السيطرة على كافة المرافق الأمنية والرسمية لمدينة شرانة عاصمة ولاية بكتيكا شرقي أفغانستان، فيما شنت هجوما كبيرا على مدينة مزار شريف شمالي البلاد وهي رابع أكبر مدن أفغانستان، وسيطرت على محطة الإذاعة الرئيسية في مدينة قندهار جنوبا التي أعيدت تسميتها بصوت الشريعة. أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم على المحروقات في وقت انقطع به لبنانيون غاضبون عدداً من الطرق احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية. وفي تبريره لرفع الدعم ذكر سلامة الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر ونحن ملزمون بوقف فتح الاعتمادات، وأضاف أن قيمة الاحتياطي الإلزامي المتبقي لا تزيد على 14 مليار دولار. ويقول مصرف لبنان المركزي إن دعم الوقود استنزف الاحتياطات النقدية الأجنبية مما أجبره على التخلي عن هذا الدعم. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الجمعة وفداً رسمياً أمريكياً سلم سعيد رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وترأس الوفد الأمريكي جوناثان فاينر مساعد مستشار الأمن القومي الذي أشار إلى أن الرئيس الأمريكي يتابع تطور الأوضاع في تونس وهو يكن كل الاحترام لتونس ولرئيسها. وأشار الرئيس التونسي إلى أنه تبنى إرادة الشعب وقضاياها ومشاغله ولم يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق، مؤكداً على أن تونس ستظل بلداً معتدلاً ومنفتحاً ومتشبثاً بالاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة بضحايا الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة وأسفرت عن وفاة وإصابة العشرات بالإضافة إلى وقوع الأضرار المادية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز تضامن المملكة مع الأشقاء في الجمهورية التركية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، وأعرب عن التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. أعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير عن صدور قرار وزير الداخلية بالسماح بالشحن إلى العراق بنظام دور تو دور اعتباراً من 22 للشهر الحالي، مع السماح لمن يرغب بالاستمرار في التصدير بطريقة باك تو باك. وثمنت الغرفة هذا القرار الذي سيسهم في تخفيض تكلفة الشحن إلى العراق وبالتالي تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في السوق العراقي، كما تأمل أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على الصادرات الأردنية. شكراً لحسن متابعتكم، في أمان الله.